إلى اتفاق في البداية مع الكتلة المعارضة لاعتصام عبير موسي ووضعهم في نهج على اليسار، ومن بعدك اتجهوا لخيمة الدستور الحر. عبير موسي كما العادة كيف كيف رفضت أنها تغادر، كان فما محاولات من خلال قطع تيار كهربائي، كان فما يعني حديث معاهم، ثم بدأ التدافع تدريجيا، بدأ الأمن يدخل، فما يعني تزيد أعوان الأمن، فصارت حالة إغماء وصارت فوضى وهستيريا كبيرة برش تدريجيا. يعني في اللحظة هذه وقع الاعتداء عليكم؟ في اللحظة هذه الاعتداء على الزميل أحمد صغيري، أنا قبل اللحظة هذه بلحظات قليلة يعني كنا خذينا دخلنا للخيمة، خذينا مسافة من المعتصمين بطريقة ما أن نظهر صحفيين، علمنا الأمن أنه قلنا له أن احنا رانا قاعدين رانا صحفيين وجينا لهنا باش نخدموا، رانا مناش من المعتصمين. هذا أنت في الصورة هنا بعد ما تم الاعتداء علي. هذا بعد ما تم الاعتداء علي، قلنا له رانا موجودين لهنا باش نصوروا صحفيين، عندنا الشارة متاعنا، استظهرنا بالوثائق اللازمة الكل. ففي البداية قالوا لنا أوكي اقعدوا رانا باش تصوروا، معناتها طريقة ما حتى الزميل احمد صغير رجعنا للصور فقط اللي تهمنا احنا، رجعنا فقط هنا الكاميرا، هنا الكاميرا نشوف الكف. لان قلت لك انه زميل احمد صغير خذ الاذن من عند عون الامن، قالوا انا باش نقعد وراك بطريقه ما اني كنصورك ما تظهرش الوجوه. فلحظات قليله ويتم انا جذبي من فوق الكرسي اللي كنت واقف عليه، وجذبي يعني ودزيت في وسط الخيمة، في وسط الخيمة اختلط الحابل بالنابل، يعني بطريقة ما أني أنا أصبحت من المعتصمين وتم الاعتداء علي كما تم الاعتداء على المعتصمين داخل خيمة الدستور الحر. وكان فما يعني إلى جانب أنه الاعتداء وسط الخيمة، الأمن كان عامل كولوار لبرا من الخيمة وخلى منفذ واحد للخروج، وكانوا أمنيين على اليمين وعلى اليسار بطريقة ما أنه كل شخص يخرج، هاو هنا الصورة، كل شخص يخرج يتم صفعه ودفعه، يعني صفع من جهة ودفع من جهة أخرى، حتى تلقى روحك بعيد عن الخيمة تقريبا 20 متر أو 25 وهنا متر. وهنا صار نقاش اللي سمعناه بين أحمد صغيري وما بين الأمن، اللي يقول له بكل لطف يا سيدي يا سيدي راني أنا صحافي وراني قاعد نصور، وهنا يطالبوا فيكم منكم اتغادروا. بالضبط لهنا دوب ما تم معناتها إخراجنا تقريبا بعاد 10 أمتار أو 15 متر، زميل أحمد صغير يعني تفاعل مع عون الأمن، قالوا أنا راني لهنا صحافي يا سيدي، راني جاي نصور، مانيش جاي نعمل معناتها مانيش نعتصم، أنا نخدم في خدمتي، كيف كيف أنا استظهرت يعني بثلاثة رخص تسمح لي أني نتجول بعد العشرة متاع الليل، لأنه أنا يعني طبيعة العمل متاعنا أنه مخذين تراخيص من المؤسسات اللي نخدموا فيها أنه تسمح لنا بالتجول بعد توقيت حظر التجوال، ولكن كانت نفس الإجابة من الأمنيين أنه هذا توقيت حظر التجوال يلزمكم تروحوا على رواحكم، مش فاهمين عمل يعني شنو طبيعة العمل الصحفي، لأنه هذا حظر التجوال، قلت له راه علاش يتم الاعتداء علي، وأنا تقول له أنت زادة راهو أن نخدم كيفك وراكمكش فاهم حظر التجول، حتى كيف يعني سألته قال لي، قلت له علاش يتم الاعتداء علي، قال لي ما اعتدى عليك حد وخلي الامور تمشي بسلاسه وتم فضل الاعتصام وتنجم تروح على روحك. باه مساج خنقولها في بلاصه، كليت برشا كفوف من عند الامنيين. بالضبط ركل ويعني وكف وصفع ودفع ونفس الشيء احمد نفس الشيء، انا يعني لما خرجت حاولت باش نفهم شنو صار لي كيف معناتها في الثواني هذيك الكل، نلقى انه زميل احمد صغيري قاعد يتعرض للعنف كما نشوف في الصور لهنا، هذا دز ويعني كادت الكاميرا نتاعو ان تطيح من يده، معناه بقدره قادر انه لا سنة الكاميرا ما تحتش، كان لي زوبجيكتيف اللي تاع الكاميرا اللي هما غاليين، لان كنا نصوروا بكاميرا ربما تقنيه في مواسن قديه، لي زوبجيكتيف تاعها غاليين تقريبا، اليوم الخسائر تاعنا 7000 دينار، شكون نشكي انا باش نرجعوا فلوسنا؟ بالضبط هذا الشيء، شكون نشكي؟ تشكي بوزارة الداخلية ممثلة، خليها محامي يا زوج محامي، ممثلة في وزير وقتاش نربحها القضية هذيا؟ بعد 10 سنين بعد 10 سنين نحن النواب بالقانون ما كانش نعملوا بكم بلاتو حتى استشارة، نعملوا بكم بلاتو حتى استشارة، الإثبات في الظروف هذيا عندنا معاهم راهو ذوكم شو الإثبات؟ عندنا الزوبجيكتيف مكسرين، عندنا صور نجيبوا شهادات بتاع ناس، شكون اللي كسرها؟ في التدافع ولا ثم شكون كسرها قصدا؟ صعيب الاثبات، احنا نعرفوا شكون اللي كسرها ومتاكدين من هذا والصور وشاهد عيان، نعتقد بانه اللي قالوا الكل هو الحقيقه هو كلمه اخيره فقط. كلمه اخيره معز، يعني انا ديما نحب نكررها الجمله هذه، انه نحن رانا كيف جينا نغطيه في الحدث لهنا ما عندنا حتى غايه، ما عندنا حتى انتماء لحتى طرف، يعني لو الامن وزع الورود على المعتصمين وكلمهم بالتي هي احسن وقال لهم تنجموا تروحوا على رواحكم هم استجابوا، كنا ننقلوا الصوره كما هي، يعني نؤمنوا ديما انه الخبر مقدس والتعليق حر، ونحن جينا لننقل الصوره كما هي. واضح، شكرا لك عثمان، ما نفش نعملوا فيه دبا كبير ياسر فقط، لا نحب نتكلم انا معز، لا مش دبا نتاعنا، الخميس عندنا على الاعتداءات اللي قاعده تصير كل على الصحفيين، على كل شيء، على الصحفيين ونقب الصحفيين وغيرهم، على كل اللي قاعد يصير، عملنا حلقة
كاملة نهار الخميس اللي فاتت لتمجيد الأمنيين والعسكريين وكل قواتنا الحاملة السلاح. عملية بن قردين. لعملية بن قردين وحملة بن قردين، لكن وقت اللي يغلطوا ويقع الاعتداء على الصحفيين ما فماش ما فما حتى مبرر لا الاعتداء على المعتصمين ولا الاعتداء على الصحفيين. أي وأنا نحكي باسم الصحفيين معناه كإعلامي في هي كلمة فقط ما خليتش شيء نتكلم. خلاف الكلام العادي لأنه هذا مش مقبول وما يلزمش تسامح معاه. كلمة فقط، الصحفي وقت اللي يحضر ويصور الاعتداءات سواء كانت من الأمنيين وإلا تجاوزات من المعتصمين مش معناها ضد هذا الطرف ولا ضد هذا الطرف، هو أولا حق المواطنين حق المتفرجين في المعلومة في المعلومة, المعلومة هي. وثانيا ثم دور تربوي بيداغوجي، لأنه اللي يعمل تجاوز شنو ماذا به؟ ماذا به ما يشوفه حد وقت تبدأ ثم كاميرات تصور فيه يكون رادع ليه ولغيره. الحاجة الثانية أنه راهو ثم تكوين خاص في كل بلدان واضح العالم واضح لطريقة التعامل مع الصحفيين باش نكونوا أيضا مع الناس الكل شكونوا مع الناس الكل أيضا فما صحفي طلبوا منه بأنه يفسخ الماتير اللي صورها نحاولوا الباتري وطلبوا منه أنه يفسخ الماتير اللي صورها وهذا عمل غير مقبول بالمرة. نقدم سي مبروك كان في 30 ثانية إيه؟ أنا نقول أن شانئك هو الأبتر. شكرا لك أسامة. نمشي ماذا حصل في قابس يوم السبت الفرت وبعد نحكي عنا ما نحكي وبرشا ذولي على هذا الموضوع. دخان أسود كثيف غطى سماء جابس صباح السبت 13 مارس 2021 بعد انفجار هائل هز المنطقة الصناعية بغنوش. خزان القطران انفجر واندلع حريق ضخم أسفر عن وفاة 5 عملاء بمصنع الإسفلت وإصابة عدد من العمال الآخرين. على امتداد 3 ساعات حاولت الحماية المدنية السيطرة على الحريق في المصنع المنكوب. رئيس الجمهورية قيس سعيد توجه في اليوم الموالي لجابس وقام بزيارة ميدانية لمعاينة آثار الانفجار. في نفس الوقت المواطنين بدأوا يتجمعوا أمام الولاية في وقفة احتجاجية مطالبين بلقاء مع قيس سعيد. داخل الولاية اجتمع رئيس الجمهورية بعائلة الضحايا عزاهم واسمعهم ووعد بإنشاء مؤسسة استشفائية لمعالجة الأمراض السرطانية في جابس. ومن بين المشاريع أيضاً التي سترنمور بإذن الله تعالى معهدا أو مركز علاج للأورام السرطانية بالمستشفى العسكري بجابس. أمام الولاية محاولات المواطنين تجاوز الحاجز الأمني ما نجحتش ومنعهم الأمن من الدخول البهو الولاية. Yeah.
نحبوا نوصلوا صوتنا، نحبوا تلفتونا، نحبوا نحبوا مستشفى جامعي، نحبوا نتمتعوا بالصحه، نحبوا تنحل لنا مجمع الموت، يشوفونا يجوا يعملوا نظره لفته على جابس لهنا لخاطر كل يوم اولادنا قاعده تموت. خيبه امل للرابطه ولكل الناس اللي حضروا زياره فلكلوريه ما رانا فيها حتى شيء، بالعكس تجاه المطالب الناس، تجاه الشباب، تجاه المطالب الشرعيه للجهه، ثم ماساه نتاع ناس ماتوا، عوض عن الرئيس معناها يعطي دفع للحكومه او ضغط او مقترحات، جي في زياره فلكلوريه في اطار التنازع ما بيناتهم على الصلاحيات وفي اطار الصراع السياسي. سعيد وكما كل مره يوجه رساله لخصومه السياسيين. انا لا اتعامل معهم بنفس اللغه التي اعتادوا ان يتخاطبوا بها ويتقاضون من اجلها الاموال الكثيره. هنا عندهم اموال للابواق المسعوره وللخور والعملاء، عندهم اموال. اما بالنسبه للاموال التي يستحقها الضعيف والمستضعف فلا. زيارة مكانية عملها حتى واحد، انت زرتنا ومرحبا بيك وكفتنا سيد الرئيس، راي مرنا تحت، راي مرنا تحت. الوعود اللي قدمها السياسيين والمسؤولين الجابس على امتداد سنوات وعود لا تحصى، أما جابس لليوم ما زالت تعاني من نفس الحالة البيئية والصحية الكارثية. معنا مباشرة من جابس السيد منجي ثامر والي جابس. مساء الخير سي منجي. مساء الخير سي معز ليك ولكافة مشاهدي قرطاج جابس. سيد الوالي، هل من تفاصيل جديدة أو معلومات تجب تمدنا بها حول ما حدث يوم السبت الفارط؟ طبعا المعلومات، ثم معلومات عادية كانت معروفة، ولكن نحب نصح معلومة جات في الفيتير. تفضل. باش نعطوا للحماية المدنية دورها وحقها في التدخل السريع والقياسي. الحماية المدنية بأربع شاحنات إطفاء وبسيارتي إسعاف دخلت من 9:30 صباحا إلى حدود 11:05، بالتالي كانت 1:35 فقط، مش 3 ساعات كما جاء واضح في الفيديو. واضح. اللي وقع أنه السلامة وشروط السلامة اللي موجودة في الوحدات الصناعية، احنا نحكيه على وحدة صغيرة، معمل صغير جدا 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 قياسا بالمعامل الضخمة والكبيرة جدا وفيها مواد خطيرة جدا في ولاية جابس. هذا معمل صغير لإنتاج وصناعة الإسفلت، اللي وقع فيه أنه خطأ في عمليات متاع أشغال صيانة وتعهد، هذا بالأثار اللي موجودة غديك واللي لقيناها على عين المكان، المالاديسك والكمبريسور والطريقة ومتاع الأشغال، وكذلك ثم أخطاء فادحة موجودة رأيناها رأي العين. أنا كنت حاضر على عين المكان وقت اللي تجد في وحدة صناعية أنه شاحنة تعبي في الإسفلت وعملية صيانة، هذا عمره ما يجي، يلزم عملية الصيانة والتعهد وخاصة أشغال اللحام تكون تقع عندما يكون المعمل فارغ ما فيه حتى إنسان. ولهنا ثم تحقيق فتح وثم مصالح فنية تقوم به، ما نحبوش نستبقوا الأحداث في التعليق وإصدار أحكام فيما يتعلق بالأسباب العميقة الكامنة وراء هذا الحادث الأليم. سيد والي سمعني في قص عليك، اللي فهمت بأنه صحيح قلت بأنه ما زال فما تحقيق، لكن اللي فهمت بأنك تحمل المسؤولية لهذه الشركة بما أنه ما نجموش نعملوا أحداث الصيانة في تلك التوقيت هكا. هذا عنصر من العناصر الواضح بالنسبة للفنيين اللي باشروا أعمال التحقيق واللي انطلقت من يوم السبت وأمس
واليوم تستمر. العملية الأولى اللي تم ملاحظتها بأنه ما يلزمش طاقة عمليات نتاع صيانة وتعاهد وشاحنة تعبي في الزفت حشاكم في الإسفلت. دونك هذه نقطة من النقاط، لكن ثم نقاط أخرى عديدة لابد أن تظهر وناقف عليها أثر التحقيق. كيما شنو مثال شعطينا سيد ولي، مو باش الناس تفهم لأنه الحادث مو شوية معنا، زيد أعطينا تفاصيل. الحادث خطير وأدى إلى استشهاد 5 أعوان 5 عملاء نترحموا عليهم الله يرحمهم وربي إن شاء الله يصبر عائلاتهم، ولكن لابد من انتظار التحقيق. التحقيق قايم عليه أطراف معنية، قايم عليه فنيين من إدارة السلامة، من إدارة المحروقات، من الحماية المدنية، كل الأطراف هذه باش تعطينا التحقيق. وكيما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل باش يكون تحقيق شفاف وسريع. والبارح أنا والسيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة وهو السيد محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات أذن أن التحقيقات باش تكون دقيقة وشفافة وتعلن للعموم في القريب العاجل. بلي سيد الوالي ملاحظة هنا، لأنه عادة كي تعمل لجنة تحقيق في أي كارثة من الكوارث عادة سيد الوالي أن اللجنة تأخذ ربما أشهر وربما سنوات وما نعرفوش حقيقة ما يحصل. شنو الضمانات المرأة هذه اللي عنا أنه لجنة التحقيق هذه ستتوصل إلى نتائج في القريب العاجل كما قلت، لأنه فما 5 ناس توفيوا في هذه في هذا الحادث الأليم، بطبيعة نترحم عليهم. الضمانات أنه السيد رئيس الحكومة وإحنا باتصال مباشر مع مصالح رئاسة الحكومة، معناها كلف السيد الوزير باش يتنقل على هاي المكان، والوزير كي جاء ما جاش وحده، الوزير جاء معاه الفريق الفني واللي هو منذ قدومه وهو يشتغل على تفكيك الشفرة نتاع الأسباب العميقة والحقيقية لهذا الحادث العرض. هذاك علاش سيد الوالي واضح سيد الوالي شنو حكيتوا مع السيد الرئيس كي قابلتوه، فماش تفاصيل نجموا نعرفوها تجنب تعطى للعموم، شنو قال لكم بالضبط السيد الرئيس؟ السيد الرئيس اولا جاء في زياره باش يعزي ويواسي العائلات الملتاعه ويترحم على شهداء هذا الحادث. كذلك معناها الرئيس اعلن قرار مهم جدا وهو احداث مركز لمعالجة الأورام السرطانية بولاية جابس بالمستشفى العسكري بجابس واللي سيصبح قطبا جامعيا. إضافة إلى ذلك أعطى رسائل مهمة حول ضرورة معالجة الكوارث البيئية في ولاية جابس على مستوى استراتيجي. وهذا سؤالي لك الأخير، تقريبا عندك 5 سنوات هكا سيد الوالي على أنت والي جابس. لا ما عنديش 5 سنوات مستحيل. قداش لا قداش مسالش، انا قلت لك اعطيني قداش. انا عندي 4 سنوات ودخلت في العام الخامس. 4 سنوات ودخلت في العام الخامس، مش بعيد ياسر على قلته، انا قلت 5 سنوات معناها مش بعيد ياسر. شو عملت سيد الوالي في ال5 سنين هذيا باش توصل صوت اهالي جابس في المشاكل البيئيه اللي عندهم الكبيره ياسر؟ عم ناول ولا عندنا عامين تزيدوا نحكيوا اكثر، نسبه امراض السرطان موجوده تقريبا اكثر من 100% ولا اكثر بالنسبه لاي جهه أخرى، ودليل أنه رئيس الدولة أذن بأن عمل قسم الأورام السرطانية. شو وصلت 5 سنين كاملة 4 سنين وداخل في الخامس، وصلتش معاناة أهالي جابس من كل المشاكل البيئية هذه اللي عيشوها؟ باهي، احنا في ولاية جابس نحب نأكد بأنه ثم علاقة جدلية وارتباط وثيق بين التأثيرات البيئية، بين التلوث وبين صحة الإنسان. احنا في إطار برنامج تابع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، برنامج الحوكمة البيئية، أنجزنا دراسة أثبتت بأن التأثيرات البيئية وتأثيرات التلوث على صحة الإنسان بولاية جابس كلفتها سنويا تقدر بأكثر من 70 مليون دينار. يعني 70 مليار هو التأثير التلوث على صحة الإنسان في ولاية جابس، وهذا يلزم حلول جذرية وعميقة واستراتيجية. التلوث في ولاية جابس
منذ عقود وليس وليد سنة أو سنتين. ورغم ذلك احنا نشتغل على ملف التلوث وهو ملف رئيسي ومركزي في ولاية جابس ونشتغل على التنمية. سي معز نحب نعلمك بأن ولاية جابس وهذه أرقام متاع منظومة أدب للتصرف في ميزانية الدولة. ولاية جابس هي الولاية الوحيدة منذ الاستقلال إلى اليوم اللي تكون على امتداد 3 سنوات دون انقطاع في المرتبة الأولى في استهلاك الاعتمادات المرصودة للجهة وبنسب عالية تتراوح بين 82 و86%. وهذا الكمبيوتر كل فرنك يتصرف في المشاريع والإنجازات الكمبيوتر يهبط لقداش. هذا مش كلام راهو هذا محسوس وملموس. هذا فيما يتعلق بالتنمية. نجي وتوهيك فيما يتعلق بمقاومة التلوث. شنو هي اللي عملنا؟ احنا عملنا خريطة الطريق في ظل حكومة الوحدة الوطنية عمرها ما وقعت في ولاية جابس سابقا مطلقا. وعملناها بتشاركية. ما ثماش تو احد النواب في ولاية جابس سواء في الدورة الفارطة او في هذه الدورة. ما ثماش حتى منظمة وطنية. نحكي لك الممثلين في المجلس الجهوي. ما ثم حتى منظمة اللي رافضة خريطة الطريق اللي وافقت عليها الحكومة السابقة واللي صادقت عليها الحكومة الحالية. والدليل على ذلك أنه في المجلس الوزاري الأخير تاريخ 11 ديسمبر 2020 السيد رئيس الحكومة اللي أشرف عليه أذن للفريق الحكومي باش يواصل في خريطة الطريق هذه. واضح واضح واضح. لا خلينا واصل اي فسالي لكن بيجاز بيجاز خريطة الطريق هذه تنص على إحداث مدينة صناعية جديدة نظيفة صديقة للبيئة. هذه الحلول الجذرية. واضح. يعني تخرج المنطقة الصناعية الملوثة من ولاية جابس نهائيا باش ترجع تصحح المنوال التنموي القديم الفاسد اللي ما جاب حتى شيء لولاية جابس. خريطة الطريق هذه موافقين عليها المجلس الجهوي بالإجماع، موافقة عليها الحكومة السابقة والحكومة الحالية. وفي المخرجات الأخيرة نتاع المجلس الوزاري أذن السيد رئيس الحكومة للوفد الحكومي باش يشرف هو على الحوارات المجتمعية للحسم. واضح. في سؤال أخير سيد الوالي، سؤال أخير سيد الوالي، لأنه مهم المعلومة اللي أعطيتها باش ما تبقاش وعود، لأنه اللي جابس دائما يسمو في الوعود. ما نعنيكش أنت شخصيا سيد الوالي، المدينة الصناعية هذه اللي باش تخرجوها من جهة جابس وقتاش هذه بتصير؟ هذه فيها خريطة طريق تسمح لي أنه نعرضها لك سهلة. لا لا مثالش أعطيني وقتاش أعطيني وقتاش هو نعطيك ما هو بخريطة الطريق رأو أمور هذه أي ما طوليش في خريطة الطريق أي أول لكش خليني نتكلم. تفضل سيد الوالي تفضل. شوف أولا عندنا 6 أشهر انطلقت منذ إقرار خريطة خلينا نكمل لك منذ انطلقت ما قصيتش عليك يا سيد الوالي ما قصيتش عليك تفضل باهي. دونك عندنا أولا 6 أشهر هذه إجراءات الدراسات الجيولوجية والاجتماعية لمختلف المواقع الممكنة اعتمادا على مقاربة تشارك وهذه قمنا بها. ثانيا سنتان لإنجاز الدراسات الفنية والبيئية وهذا والحمد لله كوننا فرق فنية داخل مصانع المجمع الكيميائي التونسي ومشكورين المهندسين التوانسة اللي حضروا الدراسات. دونك منذ بثك للحلقة الفارطة عامين التالي احنا اكملنا او نكاد الدراسات الفنية اللي راهي مشاريع ضخمة كيف ما هيك. هذا أكبر مشروع استثماري في تاريخ الجمهورية التونسية وبشهادة كل وزراء التنمية. وبالتالي الدراسات الفنية متاعه راهو مش متاع نهار ولا نهارين. الدراسات الفنية راهي تدوم سنتان والهنا أنهينا الدراسات الفنية. إش مازالنا تو سي معز مازالنا الدراسات البيئية اللي تدوم 6 أشهر. علاش في الدراسات الفنية؟ هي التكنولوجيا المعتمدة الخضراء والنظيفة، هي مخططات المعامل لي بلون ديزيجين. بار كونتر بالنسبة للدراسات البيئية ما تنجمش تعملها وانت ما تعرفش الموقع. لهنا يلزمنا مقاربة تشاركية، يلزمنا مقبولية مجتمعية للمواقع. سيد الوالي مازال درجين على نص الليل. سيد الوالي اللي فهمته منك بأنه أهم حاجة استناو فيها الآن أهالي جابس باش تتحقق اللي هي مدينة صناعية نظيفة متصالحة مع البيئة، ولهذا مطلب كبير من مطالب أهالي جابس. كلمة أخيرة في 30 ثانية كان عندك سيد الوالي.
الكلمة أخيرة أنه إن شاء الله الوفد الحكومي اللي تحول لولاية قابس من 17 إلى 21 فيفري واللي باش يرجع الأسبوع القادم عدد منه يقوده سي منصف عاشور باش يجري حوارات مجتمعية مع كل الفعاليات مع المجالس البلدية مع المنظمات مع المجلس الجهوي باش نوصلوا إلى اختيار الموقع داخل حدود ولاية قابس، والأجال هي السداسي الأول لسنة 2021. دونك احنا ما زلنا في الأجال، في نهاية السداسي الأول يلزم ولاية قابس توصل إلى توافق مجتمعي حول الموقع اللي سيأوي المدينة الصناعية الجديدة النظيفة والصديقة للبيئة. شكرا لك سيد منجي ثامر على كل هذه المعلومات اللي مكنتنا بها سيد والي قابس، شكرا لك على كل هذه المعطيات. باش نجيك باش نعطيك برشا وقت باش تكلم، تقريبا باش تكلم وحدك والبقية ناخذوا نسكروا ولا اللي حبيت برع له وقته لانه عنده قلبه معبي وعنده برشا ما يحكي، خاصه انه عامين التالي جيت حذانا وحكيت برشا حاجات. حكي السيد الوالي الجانب الرسمي، معناه السيد الوالي منجم يحكي كان بالطريقه هذه. باش نعطيك الكلمه قد ما تحب سي صفوان، لكن بعد فاصل قصير.